يصادف اليوم 9 أكتوبر اليوم العالمي للبريد، وبهذه المناسبة قدم الأمين العام لوزارة البريد وتقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة حسين إبراهيم بيانا حول دور أهمية البريد. إن بلادنا تشاد هي واحدة من بين 94 دولة الأعضاء ضمن دول الاتحاد الدولي للبريد. وفيما يخص اليوم العالمي للبريد الذي يوافق 9 أكتوبر من كل عام، فإن بلادنا تشاد قد تقدمت كثيرا بين تلك الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للبريد فيما يخص تطوير المجال البريدي. إن هذه الذكرى السنوية الذي عادة ما يحتفى بها كيوم عالمي للبريد هو يصادف الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي عام 1874 بالعاصمة السويسرية. وقد أعلن عن تاريخ هذا اليوم للبريد في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي انعقد في طوكيو باليابان عام 1969. ومنذ ذلك الحين تشارك البلدان في جميع أنحاء العالم في إحياء هذا اليوم. وبمناسبة هذا اليوم فإن العديد من دول العالم تتخذها فرصة لترويج المنتجات والخدمات البريدية الجديدة. إن الحكومة التشادية قد وضعت أهدافا عدة في تطوير القطاع البريدي عبر ما يسمى بالنقل البريدي للنقود وخدمات أخرى متطورة عبر مركز خدمات البريد الإلكتروني التشادي. ويجب أن نضع في الاعتبار فإن الخدمات البريدية أصبحت في هذا العصر التكنولوجي تساهم بشكل ليس بالقليل فيما يخص التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي. وأن الحكومة التشادية وفيما يخص الخطة الوطنية للتنمية 2017-2020 قد أعطت مكانة لا بأس بها من أجل تطوير الخدمات البريدية نحو الأفضل. بهدف التباحث حول الميزانية المقدمة لتشاد لاستئصال الأمراض الثلاث الملاريا والسل والسيداء، ترأس صباح اليوم بمقر المجلس الأعلى للتنسيق رئيس المجلس نوح الدفناء الاجتماع الذي ضم مسؤولي المجلس مع مسؤولي صندوق النقد الدولي. تقرير إبراهيم محمد موسى. في إطار التعاون بين البلاد وشركائه يجيء اجتماع عمل بين مجلس الأعلى الوطني للتنسيق والصندوق النقد الدولي، وتباحث الطرفان الميزانية المقدمة لتشاد لأجل الحصول على الدعم من الصندوق لمكافحة الأوبئة والأمراض الثلاثة السل والملاريا والسيدا. كما تطرق الطرفان على البرامج المستقبلية 2018-2021 ومعرفة جاهزية البلاد في تنفيذ وبلوغ أهدافها المرسومة. في كلمته رئيس المجلس الأعلى للتنسيق أشاد بهذه البادرة التي تعزز فرص لإنجاح عمليات مكافحة الأمراض الوبائية، وأن البلاد قد بذلت جهودا كبيرة لمحاربة هذه الأوبئة التي يعاني منها الشعب التشادي. وقد أثنى على الشراكة من الفنيين والمانحين في دعمهم المتواصل في القطاعات الصحية. لا تشيف هل ملفنا تشاد 2018-2021 جاهز ولا ما جاهز. من ضمن الملفات الملف هنا التبركلوز، الملف هنا السيدا، والملف هنا الباليديزم. هنا الباليديزم قدمنا وحاسة قاعدين نراجعه فوقها في الأيام التجي نشوفه مع البيسة هل الملف ده جيد ولا ما جيد. وننوه إلى أن مثل هذه العمليات الإنسانية والدعم الطبي اللازم يتم تسخيرها لصالح العام. نظم صباح اليوم المركز التربوي الإقليمي للإسيسكو في تشاد بالتعاون مع المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية دورة تدريبية للمواجهين التربويين ومدرسي التعليم العربي في تشاد والكاميرون حول القيادة والتقييم والإشراف التربوي. تقرير محمود مسلفين. في إطار الأنشطة والبرامج التدريبية التي ينظمها المركز التربوي الإقليمي للإسيسكو بالبلاد وذلك في المجال التربوي بغية الرفع من كفاءة وقدرات العاملين في الحقل التعليمي، وعليه جاء تنظيم الدورة التدريبية الرابعة للمواجهين التربويين في تشاد ودولة الكاميرون. وتعد هذه الدورة ضمن برنامج عام 2017 وتهدف إلى تعزيز ورفع قدرات المشاركين حول معرفة القيادة والتقويم في الإشراف التربوي. أن القائد التربوي ينبغي أن يتصف بمواصفات تؤهله للقيادة والريادة، وهذه الصفات مكتسبة يمكن للمشرف التربوي التوصل بالحصول عليها من خلال التدريب والممارسة.
في كلمته الافتتاحية لفعاليات هذه الدورة التدريبية، المفتش المكلف بالتقويم والجودة وتجريب المبادرات بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة ممثلا للوزير، والذي تحدث عن أهمية الدورة وما لها من فوائد جمة تنصب لصالح العملية التربوية وفق النظم والمعايير الكفيلة التي تمكن المشرف التربوي في أداء مهامه بصورة جيدة. تعتبر هذه الدورة التدريبية الرابعة هي من الدورات الهامة التي تلي إجابتها هذه الدورة. فالمعلم مهما كانت خبرته التدريبية الطويلة، فهو في حاجة ماسة إلى مشرف تربوي يعينه في مهنته. هذا وقد نظمت الدورة التدريبية من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو والمركز التربوي الإقليمي للإيسيسكو بتشاد بالتعاون مع المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية ووزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة.